هم عند الخيط هذا حق الجن مرض يشيلك بالخيط يشيل اللي بين الحواجب دز 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 حطه في عين ما انت عملت له عملت ليش انت عملت عبد الرحمن صح ايه وين انت شنار صح عبد الرحمن طيب ايه عبد الواحد ايه عبد الواحد حطيته في عين أكرم لا 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 حط يا حمار حطنا أص ودي أحلق يا شوف وأنا محلق قبل أمس يا أخي قسم بالله إني كبرت يا أخي يا أبو يا باشا والله كبرت صرت أحلق قبل أمس يطلع اليوم لا إله إلا الله خلاص أنا معي أكتب أقول في يومين بيتحلق خلاص عشان الشعرتين اللي التهاوش ذي بينهم ناقرة دايو كأنهم جارات عود بالله مشي طارق بسم الله والله ما تدفع اقسم بالله ما تدفع والله ما تدفع يا بعلوش اقسم بالله حركات المدرسة والله ما تدفع والله ما تدفع قدوها طب هذا يا عم هو مش يدفع لا لا ما اقسم بالله عنك اقول بيض الله وجهك تدفع على ذا بيض الله وجهك ابو علوش تعال خذ كم حساب سعود كم حساب 20 حاسب على الشباب حاسب عليهم حاسب على الشباب عادي عندي حاسب على الشباب حاسب لا حاسب على الشباب انا بحلق وتركي بيحلق حاسب على الشباب الباقي خلاه لك فات حاسب ال100 كل شيء بخلي الباقي لي ما في احد كلهم طالعين برا لا برا كاشتي بروح لهم دحين ما تدري فيه شعر القمه حطوه في حط شعر القمه احنا بنطلع في الفندق ما ادري لابسين غدا برا غدا الساعه 5 ولا 6 مو بغدا وصل اجتماع وكذا ما ادري راح ادخل الاعداد اذا لقيت واحد لك اللي تبي من غير العربي بس امانه ابراهيم المصور محمد مكي والله محمد مكي مو موجود بعد بيجي باص بيشلنا صدق والله حيه بدون جو عادي اهم شيء نغير جو في اللوبي احنا وين بنروح بر ولا فندق بر الفندق بر ما ادري فين طيب شو نسوي في الفندق اجتماع بنروح المكان هذاك اللي انت خابر على ما ابغى اقول خلاص يا ولد خل كل شيء في وقته خلاص شوف سينا بنطلع كله شعل القمه عشان الكهرب عشان الكهرب روح دور العيال خلاص خلي دور حمد وسعد الباص بيجي بيشلنا بيودينا قادر. ايه هذا قادر ما تذكر الكلام اللي قال بوديك يس يستاهل ابويا ابويا وجدي والله مسبب مسرح ولا ماني فيصل ها